طيب دلوقتي وصلنا خلاص للمباراة النهائية ما بين تيم عز والمحمودي وتيم فوزي واحمد شوقي صلاح بعد خروج دكتور عادل سعد في مفاجأة كبيرة. الموضوع هيكون خمس فقرات كالعادة. البداية هتبقى فقرة المعلومات. لو في فريق كسب ثلاث فقرات هيكون الماتش انتهى تماما وكسب الموضوع. سهلة. هنبدا بفقره المعلومات من اي حاجه تبقى سهله من عند تيم عز والمحمودي. يلا فندم يلا بينا. اول هدف في تاريخ كاس العالم سجله لاعب فرنسي ولا فرنسا لعبت اول نهائي في كاس العالم ولا هداف نسخه 54 كان لاعب الماني؟ هداف نسخه 54 بقى 35 ثانيه عشان تبقى لا برضه تخيل الثالثه ماشي الثالثه فرنسا ثالثة اللي هي هداف نسخة 54 كان ألماني. إجابة غلط. أول هدف في تاريخ كأس العالم سجله لاعب فرنسي. مارسيلو ران. المعلومة الوحيدة اللي أنت عارفها. اللي أنا عارفها أصلاً الوحيدة اللي ذاكرتها ليه ما جبتهاش؟ دي الوحيدة اللي أنا عارفها والله العظيم. 4-1 قدام أوروجواي. أنا أول ما قلت كنت هتحجي لي جلطة. أقسم بالله ما شفت غيرها. السؤال الثاني. فضيحة خيخون كانت سنة 78 ولا في كأس عالم اتنظم كله في مدينة واحدة ولا اول طرد في تاريخ كاس العالم كان من نصيب لاعب ارجنتيني؟ الطرد ارجنتيني. اجابه غلط. مدينه واحده. اجابه غلط. وايه اللي الثانيه؟ كاس عالم ولو مش الثانيه تبقى الاولى. كله اتعمل في مدينه واحده. ايوه ما هو دي الثانيه. هو جاوب. ما احنا عارفين. هو يعني هو عارف الفريق. ما هو جاوب. بص هو اهل مش جاوب. تعاقبه يا باشا. مهران جنبك. واحد قال لك السلام عليكم وجاوب. ما هو معاك في الفرقه. هنجيب الثالثه. اصبر هنجيب. قول يا بيه. السؤال الاخير. كل ابطال كاس العالم فازوا بالبطوله بمدربين محليين. حلوه دي. دي صح. ولا اول لاعب عربي يطرد في تاريخ كاس العالم كان اماراتي؟ لا. ولا في اربع منتخبات اوروبيه عندهم لعيبه جابوا 10 تجوان او اكتر في كاس العالم؟ دي معقده فوحشه. هي الاولانيه معقده قوي. مش هعرف نمشي وراها. مش هينفع الاولانيه. اجابه صح. هم بقى الثلاثه هيجيبوهم غلط. اصبر دلوقتي. اتفرج بقى. اتفرج حبيبك. انا بكمل معاك. اتفرج معاك ايه بالظبط؟ بكمل معاك في المكان هنا. احلى ثلاث اسئله غلط. بتحاول ترشي اللجنه؟ ايوه بحاول. مش باينه ولا ايه؟ هدوء. يلا انا متاكد. بس لا انا بحاول ارشي اللجنه. هترازي شويه كده ولا اقول بسرعه في الاجابه؟ انت عايزني ارازي بايه؟ مش عارف يعني. هو بيرشي قرش اكتر قصدك؟ يقول انك بتشجع بورتو مثلا كده. ايه اللي هيحصل؟ مش عارف يقول اي حاجه. السؤال الاول. اتفضل. بسم الله. قاعده الهدف الذهبي بدات في كاس العالم سنه 94 ولا اول كاس عالم ب 24 فريق كان سنه 82 ولا هداف كاس عالم 34 كان لاعب ايطالي؟ اي محاوله للتاثير من الفريق الثاني هزود لهم 5 ثواني يفكروا فيه. ما احنا مش هنسمع. هداف كاس عالم كان ايطالي 34. اجابه غلط. الحمد لله. هو ثانيه. ايوه صح. 82 انتم بتاعه 24 فريق واسئله. الحمد لله. اسئله. اصبر فاضل 2 كمان. الحمد لله. جايزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في كاس العالم بدأت سنة 62 ولا أول مرة ضربات الجزاء دخلت في كأس العالم كان سنة 78 ولا جايزة الحذاء الذهبي للهداف بدأت سنة 1970؟ نقول 78؟ والله بص أنا شربت على بقي. 78. إجابة صح. إجابة صح يا مغرب. اصل باينه قوي ان الحذاء الذهبي 70. أيوة. دي متاخره قوي. ايوه ما كانتش باينه عندكم ليه انتوا بتجاوبوا؟ والله العظيم ولا مش حذاء. واللي جالكوا يعني كان ايه؟ عارف لو كنت جبت لي سيال لوران كان زماني خربت. جالكوا ايه؟ العاب يد يعني؟ العب فيني يا باشا. يلا عشان ده السؤال بتاعك. يلا عشان السؤال ده انا هسيبك انت تجاوب. يلا هسيبك انت. هولندا اكتر منتخب خسر نهائي كاس العالم ولا البرازيل هو اكتر منتخب استقبل اهداف في تاريخ كاس العالم ولا اكتر لاعب لعب ماتشات في كاس العالم كان لاعب الماني؟ اكتر لاعب لعب ماتشات في كاس العالم كان الماني. صح. دي سهله. وعلى فكره وعارفها مش ضاربها. ايوه دي سهله. ايوه سهله. ايه لا عارف انها الماني عشان التاني. اسمه ايه بقى؟ مين؟ ايه يا عم واحد الماني يعني. مين واحد انت تعرفه يعني؟ انا قلت عارف انها مش ضاربها عشان عارف ان التاني غلط. فرانز بيكنباور. صور. تمام. عشان وحش حمنتجها دي. تمام. الفقرة التانية هي فقرة المنتخبات. سهلة. كل فرقة هتختار منتخب اسألهم عنه ثلاث اسئلة. هنبدأ بفريق شوقي وفوزي. حاضر. الارجنتين برضه من الاسئلة هتجيبها منين؟ ماشي هتبقى اصعب.
طب استنى صح استنى 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 اهدى يا عم انا بشجع الجزائر طب ارجنتين واحنا حتى لو سمعنا عادي مش عارف احنا لو احنا لو سمعنا عادي على فكره عادي احنا لو سمعنا عادي اه حلو ابسط واضح ولو قلت لك هتأثر عليا هتأثر عليا همشي صح يقول لك ايه والمصحف عادي لو سمعت ارجنتين على خير ايه ما قلنا كده من الاول بلاش يلا عم هو كده كده اسئله يلا يا باشا هو انت حط ايطاليا ليه ما صعدتش كاس عالم ما صعدتش الحمد لله الحمد لله صعدت ربنا كبير السؤال الاول اتفضل مين هو هداف الارجنتين التاريخي في كاس العالم لا 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 لا, لا, لا. باتستوتا اجابه صح ايه ده كم مره الارجنتين خرجت من الدور الاول في كاس العالم انا عارف 2002 انا عارف 2002 برضه في اختيارات المفروض لا دي ما فيهاش اختيارات ثلاث نتائج الماتشات اوكي مره واحده غلط طبعا ثلاث غلط ثلاث مرات ثلاث ايه ده ثلاثه وبتقولها بثقه انا مسكت ليه طيب انا رميتها وخلاص انا رميها سيبني اقولها الثالثه بيه تسيبني اقولها بينك للناس طيب مين اكتر لاعب ارجنتيني لاعب ماتشات في تاريخ كاس العالم مارادونا صح ما بقى يا ابني كنت سيبني اقول ثلاثة كنت سيبني اقول ثلاثة بقى يا عم اقعد كده فريق فوزي وشوقي اثنين من ثلاثة الحمد لله فريق عزيز ومحمود اختاروا فريق مين؟ انا قلقان عليهم ضغط كريم والله انا قلقان عليهم ضغط بص بقول لك هو لو اتفضل الشك يتسرب لقلوبهم ونضارتهم فما حاجة ما نعرفش فرنسا اوبا هيقلبوها علينا ولا البرازيل اصل البرازيل برضو عارف انت تاريخه كتير قوي تاريخه كتير قوي المانيا المانيا فرنسا فرنسا بلجيكا فرنسا كم مره فرنسا خرجت من الدور الاول في كاس العالم طول عمرها ما تعدش يا جيمي او ما بعدش يا جيمي من الدور الاول مثلا ممكن نخبط بتاع خمسه مثلا مش كتير هو اصل ما كانوش ما كانوش تعرف امير البحار اربعه بيقول له اسمح لي اختبرك يعني تعالى اربعه مين خمسه لا خمسه كتير اربعه عارف وثلاث خمسه غلط اربعه قول اربعه ست لا شفنا لسه بنفكر لا 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 30 ثانيه خلص الوقت خلص اصلا في 30 ثانيه احنا هنقعد لغايه بكره في تايمر 30 ثانيه الحمد لله السؤال الثاني في المسابقه دي مين هو اكتر منتخب فرنسا لعبت قدامه في كاس العالم منتخب كبير طبعا صح لا ما تهزش راسك بعد اذنك هو ايه ده هو ايه اللي بتهز راسك يا ماشي بعد اذن حضرتك يعني خلاص خليك فين يعني لو هي بيلعب قدام رومانيا هيلعب قدام رومانيا الوقت بس عشان الوقت والنبي برازيل تايمر قدام برازيل غلط ايطاليا اديهم السؤال الثالث انت الاسطوره نفسهم خلاص السؤال الاخير مين هو هداف فرنسا التاريخي في كاس العالم جوست فونتين الله برافو 13 سقفوا لنا يا جماعه ولا اعملوا اي حاجه خبر ابيض الفقرة الثالثة هي فقرة نتائج الماتشات وهتبقى سؤال وسؤال كده عدل سؤال وسؤال استناني بقى في الفقرة عشان يبقى الموضوع ماشي كده يلا بينا تيم عز بقى يصحى معانا شوية كده يلا بينا هنبدأ من عندي أول سؤال لفريق عز والمحمود الأرجنتين ونيجيريا لعبوا مع بعض في 2014 النتيجة كانت كام؟ 2-1 أرجنتين 3-2 أرجنتين 1-0 أرجنتين 1-0 ميسي وكان 1-0 ليش شايفه أول امبارح بس مش فاكر الدوري كان هم لعبوا كتير 1-0 تقريبا يلا ماشي 1-0 غلط 2-1 3-2 1-0 ده بتاع 2018 والله 10 حاجه كده مال المال المالط بيلعبوا النهائي كلنا مع بعض المالط بيلعبوا النهائي كلنا جاوبنا يلا بينا اصل بلعب 2-1 في 2018 يعني بتاعت ماركوس روخو اتفرج السؤال اللي فيه تيم شوقي وفوز تمام هولندا لعبت مع المكسيك برضه في 2014 كانت كام النتيجه 2-1 لهولندا 1-1 1-0 لهولندا كان في دور كام 2014 بقول انا تاني معلش 2-1 هولندا 1-1 1-0 هولندا هو شوقي بيعمل ايه هنكسب في اللعبه دي طول انت هو عشان تطلع غلط بس انا برضه 2-1 لهولندا صح اهو عشان انا اللي قلتها اهو عشان عارف لو كنت قلتها كانت طلعت غلط والله العظيم 1-0 ماشي اللي بعده السؤال الثاني انجلترا
لعبت مع الكاميرون في ربع النهائي سنة 90. كانت كام النتيجة؟ 3-2 لإنجلترا، 3-1 لإنجلترا، 2-0 لإنجلترا. لازم تبقى انت عارف. انا فاكر الماتش ده بتاع روجيميلا بس انا مش فاكر السكور. 3-1 وكام؟ 3-1 و3-2 و2-0. 3-1 و3-2 و2-0. انا مستبعد الثلاثات دي كتير على الكاميرون. 2-0. لا لا هي فكره بس ان ده الماتش اللي روجيميلا ودها. عايز افتكر بقى هو كان عمل حفله ولا كانت الماتش لموها 10 ثواني. 2-0 على الله. 2-0 بيه غلط. 3-2. 2-1 للكاميرون. وبعد كده نزل جاري لينكر خد ضربتين جزاء. انا بعرف اسئلتكم واسئلتي ما بعرفوها. انجلترا وباراجواي لعبوا مع بعض في كاس عالم 86. النتيجه كانت كام؟ 1-0 للباراجواي، 2-0 لانجلترا، 3-0 لانجلترا. خير الامور الوسط. خير الامور الوسط. 2-0 لانجلترا. غلط طبعا. 3-0. طب ما فرقتش يعني. هتفرق حد عارف 3 منين؟ هي انجلترا كسبت عشان وصلت مع لعبه الارجنتين بعدها. انما كام مش عارفين. انجلترا لعبت مع الدنمارك في دور ال 16 سنه 2002. كانت كام النتيجه؟ 3-0 لانجلترا، 2-0 لانجلترا، 1-0 للدنمارك. 2002 كاس عالم؟ اه 2002 كاس عالم. وردين لعبوا فيه هم كسبوا 2-0 لانجلترا او ايه؟ 2-0 و3-0 لانجلترا و 1-0 للدنمارك. 2-0 لانجلترا. 2-0 لانجلترا. الاجابه غلط. 3-0. كده هم كسبوا خلاص. ماشي نسال السؤال الاخير. نسال السؤال الاخير خلاص ما فرقتش. معلش معلش السؤال الاخير عشان برضه فاهم عشان فوزي يجاوب عليه. مش حاجه يعني عشان بس اوريكم ان انا جايب واحد جامد. فيرويد تشيلي وامريكا. أيوة. لعبوا مع بعض في كاس عالم 50. كانت كام النتيجه؟ 5-2 لتشيلي. أيوة. 4-1 لتشيلي، 3-0 لامريكا. طبعا امريكا ما كسبتش. كانوا شباب بيلعبوا كوره. 4-1 في 5-2 وايه و 4-1. 4-1 غلط. امريكا كسبت 2. امريكا لا كسبت 5-2. مش فارقه بس امريكا ما كسبتش الحمد لله برضو. رغم ذلك برافو شباب. الف مبروك رجاله. الحمد لله تعبت جدا جدا جدا. الحمد لله احنا طلعنا عادل سعد في التارجت بتاعنا. انت خلاص كفايه انتوا كسبتوا تيم عادل سعد. والله لازم نشرب بركه رجاله. فرصه سعيده والله جدا. والله سعيده جدا. والله مصدق نفسي لان انا اصلا ما جاوبتش. الله يحفظك. والله اوكي كده خلصت بفوز تيم شوقي وتيم احمد فوزي. خساره تيم عز والمحمودي. شكرا جدا لكم يا جماعه شرفتونا. ونتقابل في التحديات الجايه باذن الله.